الدوري. لا مش هينفع. مشاهدينا اهلا بكم، نحن الان على الهواء مباشره من لندن في اول ايام السنه العام الجديد عام 2017. سنحاول ان نتقابل مع الجاليه العربيه هنا لنتعرف كيف احيوا راس السنه وما هي امنياتهم وتطلعاتهم للعام الجديد. اتعرف بك. طارق راجي من سوريا. انت من سوريا، بالطبعك سوريا تختلف تماما عما كانت عليه قبل 5 سنوات أو 6 سنوات. كيف كنتم تعيشون رأس السنة في سوريا؟ كنا نعيش رأس السنة بسوريا تآخي بين المسلمين والأخوة المسيحية. كانت أعيادنا حلوة كتير، كانت الحياة كتير حلوة بسوريا، بس طبعا في ظل هاي الظروف، ظروف الثورة السورية، اختلف الوضع بسبب الدمار اللي عم نشوفه على إيد النظام السوري والميليشيات وروسيا، فاختلف كل شيء. بالنسبة لنا ما عاد في عيد ولا عاد في رأس سنة، اختلف معنا كل شيء بصراحة، وصارت حياتنا هي عبارة عن متابعة أخبار عن طريق الفيسبوك، عن طريق التلفزيون، حياتنا كلها صارت أخبار بصراحة. أنت كسوري ما الذي تتمناه لسوريا في 2017؟ بتمنى أنه يعود السلام لسوريا، وبتمنى، عندي حلم كبير أنه نشوف أعلام الثورة السورية إن شاء الله عم بترفرف بالسماء سوريا. ما أكثر خبر يعني أساءك في 2016 عن سوريا؟ أكثر خبر لحد الآن مأثر فيني أنا كشاب سوري، إنه هو نحن أهل حلب نطلع برا حلب، هذا كان شيء كتير كبير بحياتنا بصراحة لحد هاللحظة ما عم ننساها. أنت من حلب أصلاً؟ تماماً، أنا من مدينة حلب، لحد الآن ما بنساها، وإن شاء الله نحن راجعين وأهلينا بحلب. الله يحفظ أهل سوريا الأحرار ويحفظ أخي باعتبار هو بمدينة حلب إن شاء الله. أنت الآن على الهواء يا طارق، هل من رسالة تحب أن توجهها للداخل؟ طبعاً بوصل، بحب أوجه رسالة معايدة للأحرار بسوريا، وخاصة كل أهل سوريا بشكل عام، وخاصة أهل حلب لأنه حاسهم كتير مجروحين، يعني كلياتنا مجروحين. بقول لهم اصمدوا وصابروا إن شاء الله، وكلياتنا راجعين، وإن شاء الله 2017 هي سنة خير وسنة زوال النظام السوري إن شاء الله. الأمنية اللي أنت تريد أن تحققها في 2017؟ على الصعيد السوري اني اشوف اعلام الثوره السوريه ان شاء الله بساحه سعد الله الجابري، بساحه الامويين في دمشق. على الصعيد الشخصي ان شاء الله اني اطور مستواي العلمي ان شاء الله في مدينه لندن ان شاء الله. ان شاء الله طارق، اتمنى لك سنه سعيده ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا. تفضل معك. من وين؟ السلام عليكم، عماد السعودي من البحرين، مملكه البحرين. انت سائح هنا ولا مقيم؟ لا جاي هنا عندي دراسه، وحاليا موجود هنا من برمنغهام طالع على لندن سياحه زياره هنا. سياحه وزياره. طيب انت كيف احيت راس السنه امبارح؟ والله حاليا احنا امس يعني قضينا راس السنه رفقه اصدقائنا وزملائنا من دول الخليج ومن الدول العربيه في لندن، رفقه اخواننا العرب هنا. يعني كانت فعاليات ممتازه وفعاليات جميله امس في راس السنه، واحيناها جميعا مع بعض كجروب دراسه كامل. طيب اكثر امنيه او اكبر امنيه تريد ان تحققها في عام 2017؟ والله على الصعيد الشخصي اتمنى مزيد من النجاح، يعني تحقيق مزيد من النجاح والتحصيل وانهاء انهاء الدراسة هنا في لندن إن شاء الله بالتفوق المطلوب. أما على الصعيد العربي والصعيد الإسلامي فنتمنى السلام لشعوبنا وإخواننا السوريين وإخواننا العراقيين وباقي إخواننا المسلمين في كل مكان. حاليا أنت تشوف الظروف في المنطقة العربية الشرق الأوسط وأوضاع اللاجئين من كل مكان، فإحنا نتمنى لهم الأمن والاستقرار والسلام. طيب لو هنرجع، ممكن لو رجعنا 2016 سريعا، أنت ظاهر أنت متابع الأوضاع في الوطن العربي، أكبر ما أساءك في من الأخبار في عام 2016؟ والله يعني صعبة أني أقول لك في حدث معين هو يعني أحبطني على صعيد شخصي، ولكن يعني الأوضاع بشكل عام في سوريا وفي العراق وحتى بعض الأوضاع في مصر وبعض الدول العربية يعني هي تجرح الإنسان العربي المسلم،
تجرح إنسان عام. نتمنى أنه إخواننا السوريين وإخواننا العراقيين هم يعيشوا بسلام، وهم طالبين الحرية طالبين السلام، فنتمنى لهم أن يحصلوا السلام اللي هم يبونه إن شاء الله. شكرا جزيلا لك حبيبي. أتعرف بك أنا من معاوية من اللاذقية من سوريا. سوري. من سوريا الحرة. نعم. سوريا كانت مختلفة تماما عن 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 عن, عن الآن. ما الذي اختلف في سوريا في احتفالات رأس السنة؟ حقيقة من سوريا. سوري أنت دلوقتي كنت في سوريا وعايش دلوقتي في لندن. أكيد أكيد. سوريا هي كانت يعني مهد الحضارات. سوريا مدينة بالميدل إيست بالشرق الأوسط، أقدم من لندن، أقدم من باريس، أقدم من جميع دول أوروبا اللي بتصوروا إنه هي الحديثة. سوريا كعاصمة كانت هي كمدينة حلب وكالعاصمة دمشق كانت دائما تحتل على مر الزمان، كانت تحتل عاصمة اقتصادية، عاصمة ثقافية، وعاصمة اجتماعية وعاصمة صناعية. فكان الوضع السوري كان كتير ممتاز، وخاصة بالوطن العربي في قبل هالتجاوزات اللي صارت من قبل حكامنا ومن قبل هالزعماء اللي ما عرفوا يديروا دفت الشعوب اللي هي إرادة الشعوب لتطوير مكانة المجتمع العربي بشكل عام. للحدث ولنصير نحن أحدث من أوروبا، لنصير أحدث من كل المجتمعات الغربية والأمريكية حتى. نعم. طب كيف حيت رأس السنة امبارح؟ حقيقة رأس السنة هو يعني ما له طعمة بدون سوريا، بس لكن يعني بتمنى بشكل عام يعني الحمد لله رب العالمين يعني نحن ما منخف أمل بالله ولا حتى شوي ولا 1%، يعني الأمل بالله يعني عم بيزيد رغم سقوط حلب، رغم روح يعني انا بستغرب شغله انه الناس في بعض الناس بالمناطق الغربيه من حلب، بعض المناطق في العاصمه دمشق كنا كانوا فرحانين على 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 حصار حلب وعلى سقوط حلب وعلى كان في احتفالات كمان في سوريا براس السنه امبارح في دمشق. يعني حاليا يعني انا بصراحه كسوري انا بستغرب هيك حالات بتصير بوضع يعني نحن اشد له لحتى نكون ايد وحده، واشد له لحتى نكون يعني على قلب واحد. انا برايي السنه 2017 انا كثير عندي امل برب العالمين. طب اكبر امنيه لك في 2017 او الامنيات اللي تريد ان تحققها في عام 2017؟ حقيقه انا بتمنى ان ازور القرداحه، ازور القرداحه وارفع علم الثوره في القرداحه كوني انا من اللاذقيه من مسقط راس الاسد. نعم. الامنيه انا باعتقادي هي ما انا صعبه ابدا، اراده شعب، وبحياته اراده شعب ما رجعت للوراء، وان شاء الله باذن الله يعني بمساعدات عربيه ومساعدات اسلاميه راح نكفي الطريق ومكفاين، وان شاء الله مستحيل نوقف تبعت الهدنه والهدنه. ايه رايك في الهدنه اللي حصلت اللي تمت حقيقه؟ الهدنه هي عباره يعني عن عمل سياسي غربي بحت، هو بس عباره عن تهدئه الوضع بعد شلال دم هادر. يعني هو عمل انساني بسيط عن 48 ساعه او 72 ساعه. نحن نتامل انه يكون في حل سياسي او حل للازمه او للثوره السوريه المباركه، يشيلوا هذا النظام 6 سنوات يعني من القتل من الدمار من التشرد. ما بعتقد بده 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 كيمياء او بدأ. انت الان على الهواء، هل تريد ان تبعث رساله الى سوريا؟ أكيد. الى اهلك؟ اكيد انا اهلي موجودين في دبي، انا بحب اعايد على كل الشعب السوري رغم انه المعايده ما انا كثير ظابطه بهالوقت، لكن بنحب نعايدهم ونعطيهم امل جديد ان شاء الله باذن الله. انا كشخص سوري صغير عمري 23 سنه عندي امل كثير بالوقت القريب والعاجل ان شاء الله نحقق شيء ملموس على ارض الواقع، وخاصه بالشمال السوري. الشمال السوري رغم يعني فينا نقول معظم مناطق ارياف ومدن الشمال السوري هي محرره، ترسانه سوريه كامله، يعني ريف شمالي سوري بالكامل، يعني مناطق محرره كامله، جبهات كبيره. بعتقد راح يكون العمل كثير جدي على الناحيه العسكريه والناحيه الانسانيه ان شاء الله باذن الله في القريب العاجل ان شاء الله. في القريب العاجل. شكرا جزيلا. بامان الله. طبعا مشاهدينا الكرام كان هذا اول. تفضل. امنياتك في 2017؟ امنياتي ان 2017 تبقى احسن من 2016. تعرف بك الاول. دكتور علاء مصطفى. اهلا بك. انت مقيم هنا دكتور ولا؟ بشتغل هنا. شغال هنا طبيب. امنياتك في 2017 انت كمواطن عربي؟ يعني 2016 كان في حاجات كتير غريبه شويه. زي مثلا الظروف السياسية حوالين العالم، يعني مشاكل في كل حتة وحروب. أكتر حاجة أثرت فيك كإنسان في 2016؟ موضوع سوريا طبعا. العالم كله بيتغير، يعني كان في تغيرات غير متوقعة كتير حصلت في 2016، فأتمنى أنها ما تحصلش في 2017. امبارح كان يوم مميز بالنسبة لك انتقال عام يعني انا غيرت جو هنا في لندن، ما بشتغلش في لندن اساسا، بس برا لندن. برا لندن
فطبعا غيرت جو وكان ده تغيير مطلوب. لكن بالتاكيد عام جديد بيحمل داخلك امنيات واحلام على الصعيد الشخصي وعلى الصعيد الانساني عموما وعلى الصعيد العربي. الصعيد العربي انه في نوع من الاستقرار شويه والامور تبقى واضحه، الامور مش واضحه اساسا. الصعيد الشخصي اتمنى تحقيق مزيد من النجاح بس مش اكتر من كده. ما الذي تتمناه لوطنك وللدول العربية؟ الاستقرار مش اكتر من كده، مش اكتر من كده يعني. وتوقف الحروب طبعا والقتل والمشاكل اللي بتحصل يعني. اتمنى معرفش هيحصل ايه بس اتمنى انه يبقى فيه. انت الان على ان تحب ان ترسل رسالة الى اهلك تعيدهم في العام الجديد؟ كل سنة وانتم طيبين، واتمنى ان السنة الجاية تحققوا اللي ما حققتوش السنة اللي فاتت، واي حد كان عنده مشكلة يحلها، واي مريض يشفى. كل سنة وانتم طيبين. شكرا جزيلا دكتور. عفوا. لو سننتقل للمشاهدين، سننتقل الى الجانب الاخر، سننتقل للجانب الاخر حتى يعني نتابع معكم اراء عدد من ابناء الجالية العربية حول استقبالهم للعام الجديد عام 2017. طبعا احنا ننتظر اشارة المرور، بعدها سنمر الى الجانب الاخر. الحقيقة هذا الشارع هو يعني هو شارع للعرب، يعني به المحلات او اغلب المحلات هنا عربية. اللافتات كما ترون امامكم مكتوبة باللغة العربية. الجالية العربية سواء من السياحة والمقيمين يفضلون ذلك الشارع. كل العادات والثقافات العربية تتواجد هنا، حتى المأكولات تتواجد هنا في ذلك الشارع. نعم، معنا الآن سيكون معنا الآن مشارك. تفضل. تفضل. تعرف بك محمود زهوري من سوريا. فلسطين من سوريا. فلسطيني سوريا. انت هنا حديثا ام صار حديث يعني مش خمس سنة. صار شيء سنه من نص سنتين. كيف كنت بتتابع؟ طمنا على سوريا الاول، طمنا على اهلك الاول. الحمد لله الوضع منيح، كل ماله للاحسان يعني، وان شاء الله بتنحل الامور على خير بهاي السنه الجديده. من وين؟ تفضل. انا لبناني. لبناني. منصور. عام مضى وعام جديد، نحن الان يعني في اليوم الاول من عام 2017، ما هي احلامك في عام 2017؟ خصوصا انت كفلسطيني سوري يعني، انت اكيد لديك احلام كثيره طلعنا عليها بقى. كلامك صحيح ان شاء الله. هو اهم شيء الله يعم بالسنه، بدايه عام 2017 ان شاء الله يكون يعم السلام بسوريا وبفلسطين، وترجع كل المهجرين لديارهم. وكل العالم تحقق أمنية، وكل العالم تنبسط بحياتها بدل ما انت شايف هون يعني العالم. كيف طب احكي لنا بقى، كيف انتم كنتوا بتعيشوا راس السنة يعني؟ هنا شفت احتفالات، اكيد حضرت الاحتفالات امبارح. عادة اكيد. كيف كان بقى في سوريا؟ الله يدوره. احنا نتكلم عن احتفالات معاك انت بتاع لبنان. احتفالات سوريا شيء بجنن، كثير كثير حلوة ورائعة احتفالات يعني. بتشوف العالم كلها مبسوطة، كلها بالمجموعة مجتمعين مع الأصدقاء مع الأقارب، عرفت؟ مع أخواننا كمان المسيحيين بسوريا كمان. هل بتفتقد الجو ده؟ كثير كثير. إن
شاء الله ببداية العام تكون سنة خير علينا وعلى الجميع يا رب. ايه اكتر خبر اساءك في عام 2016؟ تتمنى انه ما يحصلش في عام 2017 على الصعيد الشخصي او الصعيد في السوري، بما ان سوريا تعتبر بلدك. سوريا هذا كل يوم خبر، احنا ما بنتمنى يتكرر يعني، عرفت كيف؟ يعني كل يوم بنشوف نسمع خبر ما بنتمنى يتكرر يعني مرة ثانية. وعلى الصعيد الشخصي خليه بالشخص. وين انت تتجوز؟ وانت كمان. انا فاهمك. وان شاء الله. كل سنة سعيدة ان شاء الله عليك وعلى كل فلسطينيين سوريا وعلى سوريا كلها. انت بقى كيف احتفلت؟ انا احتفلنا هون بالشغل يعني، ما في شيء نعمل، عرفت شو قصدي؟ العالم مبسوطه ايه، بس احنا شغالين. احتفالاتنا يعني هيك عادي. هل بتتفائل بسنه عام 2017؟ انت اكيد بتتابع الاخبار في العالم العربي، انت عربي ممكن. يعني مش متابع على الاخبار يعني، الا اذا سمعت من الناس حدا حكى حدا شيء، بس انه عامه يعني ما بتعني لي شيء هيدي الاخبار وهيك. الوطن العربي عموما، ايه اللي بتتمناه لوطننا العربي؟ الوطن العربي انه يعني يرجع كله بسلام وامن وما في شيء بشيء، ونرجع على بلدنا يعني سالمين. هذا اللي بتمناه يعني، ما في شيء غير هيك. طب انت على الهواء دلوقتي ممكن توجه رساله، حابب توجه رساله لاهلك لاصحابك؟ لاهلي يعني بسلم عليهم وبسلم على اصحابي كلهم، وبقول لهم نعاد عليكم ان شاء الله بالصحه والعافيه وعيد سعيد على الجميع. شكرا حبيبي. تفضل معنا. تفضل. اهلا وسهلا. من وين؟ من مصر. مصر؟ ما شاء الله. انت مقيم هنا ولا زياره؟ لا مقيم. مقيم. كيف استقبلت عام 2017؟ والله انا شايف ان بالنسبه للدول العربيه، احنا الاول خلينا نحكي على شخصك انت، كيف استقبلته امبارح؟ والله كانت احتفاليه حلوه كتير. طيب على الصعيد بقى وطننا العربي وعالمنا العربي، هل تشعر ان عام 2017 ممكن ان يختلف عن عام 2016 او عن العوام السابقه؟ انا بتحدث عن بالتحديد اخر 5 سنوات مرت على العالم العربي. والله انا شايف طول ما نفس الحكم موجود في الدول العربيه وما تغيرش عمرها ما هتتغير. فخمس سنوات هم ماسكين الدول العربيه الرؤساء اللي موجودين فيها، فطبعا مش هتغير السنه دي طول ما هم ماسكين. لو اتغيروا ممكن تتغير، بس طول ما هم ماسكين عمرها ما هتتغير وهيفضل الوضع زي ما هو. ايه اللي مزعلك؟ شكلك زعلان قوي، شكلك في معبي من جوه. ايه اللي مزعلك بالظبط؟ احكي لنا. انا مصري مش زعلان ولا حاجه، بس نفسي مصر تتعدل وتبقى احسن دوله في الدنيا طبعا عشان نادي ولادتي، ونفسي ترجع زي الاول. انا حاجه بصراحه وحشه جدا يعني، انا واحد من الناس ماليش نفسي نرجع بلدي بسبب الاوضاع اللي فيها، بس مش اكتر. واتمنى ان شاء الله في السنة الجديدة ان مصر ترجع زي الاول واحسن باذن الله، هي وبقية الدول العربية. كنت متابع الاخبار اكيد في سوريا برضه. اكيد. كان اكتر خبر اساءك في عام 2016؟ والله انا جميع خبر بيحصل والاطفال اللي بتموت دي بيزعلنا كلنا، بيزعل اي واحد عربي، بس مفيش حد بيده حاجة يعملها. اللي بيده حاجة يساعد سوريا حكام العرب، هم اللي ساعدوا سوريا، بس مفيش حد بيساعدها. واتمنى والله العظيم ان سوريا من اول الدول العربيه اللي ترجع زي الاول واحسن كمان. بالنسبه منك مصري، ما الذي تتمناه لمصر؟ اللي انت بتتمناه لبلدك لوطنك؟ والله بتمنى لمصر الاستقرار والحريه والعيشه تبقى تمام احسن من كده، لان في ناس حالتها صعبه كتير بمصر وكده، وبصراحه نفسي تبقى احسن دوله في الدنيا بصراحه يعني بالنسبه ليا. طبعا ايه اكبر المشاكل في مصر يعني؟ مثلا بتحكي مع اهلك في مصر مثلا، اكبر المشاكل اللي بتواجههم او بتواجه المصريين عموما؟ غلو الاسعار، الاشياء غاليه كتير في مصر، في ناس ما بتقدرش تشتري حاجات وكده، كل حاجه غاليه في مصر، كل حاجه تضعف دلوقتي ومش موجوده اصلا. بس وسنه سعيده علينا وعليكم ان شاء الله. وعليكم ان شاء الله. انت بما انك انت مصري وعايش هنا، بالنسبه للحاله الاقتصاديه هنا، الاسعار هنا وبين مصر وبين هناك، بالنسبه للي عايش هنا الحاله حلوه يعني، مثلا المقيم هنا الحاله ليه حلوه يعني. احنا دايما زمان كنا نعتقد ان الدول الاوروبيه دي دايما اغلى في الاكل وفي الشرب من، لا بس المقيم هنا العيشه والاكل والشرب والحاجات دي رخيصه جدا للمقيم هنا، ولكن اللي مش موجود اللي مش مقيم هنا وبيجي سياحه وكده غاليه، بس المقيم هنا مش غاليه. طب انت على الهوا دلوقتي، هل تحب توجه رساله لاهلك الاول؟ والله انا بتمنى لهم يكونوا اسعد ناس في الدنيا، وان شاء الله تكون سنه سعيده عليهم باذن الله وعليكم ان شاء الله. كل سنه وانت طيب. وانت طيب. عام سعيد ان شاء الله.
طبعا مشاهدينا كما سمعتم على الشاشه، الكل الابناء الجاليه العربيه خصوصا من مصر او من سوريا تمنوا ان يعود الوطن كما كان وكما عهدوه من قبل، وان يعود الامن والاستقرار الى عالمنا العربي، خصوصا الشاب اللي احنا تكلمنا معاه من سوريا او الشاب المصري الاخير الذي تحدث عن وضع اقتصادي صعب في مصر، اللي هو بيؤرق الجميع. ان هو قال لك احنا الواحد بيزعل لما يكون عايش في بلد اوروبية ولا يتمنى ان يعود الى بلده مرة اخرى. طبعا هذه مشاهدينا كانت جولة في احدى شوارع لندن، شارع عربي، يعني شارع معروف انه يعني بذو الطابع العربي. كنا نستطلع اراء الجالية العربية حول كيف استقبلوا عام 2017.